اسلام يلعبها ناحيه اليمين لبلال سالم، بلال بيعمل اماميه طويله، استلام حلو جدا احمد اشرف، لاعب مميز جدا احمد اشرف، مهارته عاليه لكن لو يوظفها في خدمه الفريق الله هدف عالمي. فين التسديدات دي من زمان؟ يعني الحاجات دي بنشوفها مع فرق الدوري الممتاز، فرق يعني المباراه النهارده يعني نقدر نقول مباراتين فرقتين من فرق الدوري الممتاز. هدف جميل جدا جدا، الراجل كانه جايبها بايده واقفين قدام الكوره. هنشوف احمد اشرف وحازم ممدوح، احمد اشرف عملها مره واحده مش ممكن، مش بظروفها، لكن دي بقى مش بظروفها، دي بقى قاصدها، دي بقى راكنها، دي موجهها. يا سلام نادي الشمس يكون هو اللي عنده المبادره الهجوميه في الشوط الثاني، لكن نادي النصر بيحاول. وادي السنده والتسديده، هوبا مش ممكن مش ممكن مش ممكن. احمد اشرف ثلاثيه ثلاثيه جميله جدا جدا جدا، هدف ثلاث اهداف عالميين، يعني مش ممكن. انا الحقيقه يعني مش عارف لمصلحة فريق النصر ملعوبة في الخلف، اوه تسلل ولعب الكرة بعد سبعة صفرة، كرة تعود حازم ممدوح، تصويبة قوية ولكن مصطفى فتحي جيم ريجي والغيني سيلا، وكان متواجد في الشوط الاول الافواري ابو كوني. تحرك احمد اشرف، احمد اشرف، احمد ادوات له، انطلاقات، محاولات، اختراقات. هيا الكره للاعب احمد اشرف يبحث عن التسديد، يبحث عن التصويبه. يا سلام على المهاره، تسديده تسديده يعني تنتزع الاهات. ادي محاوله احمد اشرف يخدع اللاعب احمد زغلول، المهاره والمراوغه، وهنا الرباط الصليبي وكره سريعه مرتده في اتجاه اللاعب احمد اشرف، محاوله من احمد والتصويبه. اللاعب اللي يمتلك المهارات العاليه له ايضا هو الاخر ثلاث اهداف في دوري الدرجه الثانيه. محاول عند اللاعب احمد اشرف، عرضيه من اللاعب احمد اشرف للدفاعات الصعبه، الدفاعات الصلبه والمتماسكه بشكل جيد. هجمه سريعه مرتده في الجناح الايسر، مفيش رايه، من المرمى احمد اشرف يلعب الكره في الامام وضرب محاوله الى ضرب ركنيه، كره في وسط الملعب، احمد اشرف، محمود سيد الى احمد اشرف الى جيمي ليجي صاحب الهدف الوحيد، جيمي ليجي حازم ممدوح لاعب فريق طبعا نادي النصر، كره في الامام في مستوى لاعبي الفريق، وبالتالي الفريق يتعرض لتاخير في النتيجه بهدفين مقابل لا شيء. هناك وقت متبقي لنا من اجل العوده الى اللقاء، ثلاث دقائق للقناه القديم. والرباط الانوار البورسعيدي يستقبل غزل المحله، وايضا رابع اللقاءات خط الدفاع الانتاج الحربي احمد زغلول وايمن محمدي وحازم فتحي، وكره عند اللاعب احمد اشرف، احمد اشرف المهاره، المهاره يلعب هيئ
نجح فريق النصر في احراز 40 هدف، ولكن دخل في مرمى 37 هدف، اذا له فارق 3 اهداف. وبترو الصوت مع الكرة، بينما اللقاءات المتبقية الفيوم يستقبل الزمالك في الفيوم. هنا محاولة المرور والاقتراب والكرة العرضية الخطيرة، وصول الى دور 16 اذا تحقق له الامال، وتحققت الامال العريضة. دائما احبائي الكرام اكرر فيها عبر ودروس، ومع الكاس الكل يحتاس، ومع الكاس الكل يحتاس. حازم ممدوح، احمد بيسو، احمد اشرف، جيمي لجي الى احمد. ايضا لقاء الداخليه مع الجونه في ملعب السكه الحديد، بينما الختام للقاءات اليوم الثاني من مباراه دور 32. نتابع المحاوله والانطلاق، احمد اشرف، محمود سيد فعل كل شيء ما هو جميل في هذا اللقاء. احمد اشرف لزيدا باليسرى الجميله، امامنا طبعا تصويبه احمد اشرف القويه، وعلى يمين الحارس ربما يفعلها مع الزمالك مثلما فعلها من قبل. تأتي هنا علامات الحذر في لقاء المصري.